عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك ونشترك في القناه. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن الجزائريه الجميله نايا، وهي بتحتفل بخطبتها على الطريقه والتقاليد الجزائريه. وهي طبعا اتخطبت لشاب سعودي وهي موجوده في السعوديه في مكه وبتعمل عمره. ما شاء الله عليها، قمه الادب، قمه الاخلاق، قمه الرقي، ما شاء الله عليها بجد. كبيره جدا من الجدل، ازاي الناس بتقول يعني احنا اتفاجئنا بخطوبتها، نمنا وصحينا ولقينا نايا اتخطبت. ربنا يوفقها يا رب، وجد جميله جدا جدا في اللباس التقليدي الجزائري. ليها طريقتها رقيقه وجميله، ربنا يوفقها. وقالت ان هي يعني الناس قالت لها كويس ان انت مش بتنشري كل ثانيه صور ليكي وحاجات لحفل خطوبتك. قالت ان هي بتحترم اهل زوجها، وهي منعه النشر احتراما لخصوصيتهم وليهم. بقى والعقوبه لكل البنات يا رب العالمين. واشوفكم على خير يا رب، فيديو جديد وخبر جديد. واتمنى لكم كل التوفيق وكل السعاده من كل قلبي يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله. وبجد المنظر رائع جدا، واضح يعني ان هي في مكان قريب من الحرم.